الحين ابو خالد مثلا انت عندك لوائح عندك انظمه صح لا؟ صحيح. طيب اذا اكتشفت انت في تلاعب فيها كيف تحمي لوائحك وانظمتك؟ على سبيل المثال السقف الاعلى والحد الاعلى والاشياء الرواتب هذه والمقدمات. احنا بدايه طيب عشان زي ما قصدي انت عندك ابلكيشن يعبونه يكتبون ارقام يكتبون الاشياء هذه. صحيح. ثم فجاه تكتشف ان في شكوى من لاعب على نادي وفي مبالغ ماليه خارج العقد هذا. يعني انت الحين اكتشفت ان في تلاعب. ليش انت ما يعني انت الان حطيت لوائح وصدرتها. تكتشف بعد سنه او بعد سنتين ان في شكوى على نادي سين انه واضح انه ملتف على لوائحك وانظمتك، انت ما حميت لوائحك وانظمتك ولوائحك وانظمتك زي اللي انت تقول انت انا والله ما لي دخل. انا والله ما لي علاقه. لوائح وانظمتي هذه يلفون عليها من وراء من هناك وانت قاعد تتفرج عليها. انا حميت لوائحي اني طبقتها انا. اوكي بس أنا بس انت الان انا اللي قدامي انها اوكي وضع أوكي. العقد اوكي. لا بس الواقع يختلف واللي قاعد يصير في الواقع في ارض الواقع وفي الشكاوي وفي لجان الانضباط ولجان الحفاظ المنازعات مختلف، وانت قاعد تشوف الناس يعني بس يعطونك ورق بس في النهاية أنت ما حميت لوائحك. أقل شيء يعني زي ما يقولون أخف الأضرار أنك تكتب، وإذا تم اكتشاف مثلا تلاعب أو تحايل سيتم معاقبة النادي. إذا تم يعني أنا بالنسبة لي برضه مي بالقضية مع التقادم، لا أنا أجيبك بعدين يا النادي اكتشفت أنك عندك تلاعب. هو بالإثبات لما يقول لك والله اللاعب وعدني مثلا رئيس النادي يعطيني، أنا ليش أثبت أنه وعدك؟ كويس. أنا شلون تثبت؟ طيب القضايا لا القضايا اللي في لجنة الانضباط والمطالبات المالية انت عرفت الفكره وشو اللي باصل له. انا الان يعني حطيت لائحه عندي وبعدين بعد سنتين اكتشفت النادي سين هذا هو واللاعب الثاني متلاعبين ومتحايلين، ليش ما احط انا في لوائحي هذه بند انه اذا تم ايجاد تلاعب من اللاعب او النادي يتم معاقبتهم باثر رجعي؟ هي الفكره. عشان انا ما اخلي لوائحي هذه انا اجلس في الطاوله اقول والله اهم شيء بس طبقوا اللوائح وتلعبون مشكلتكم هذه. لا يعني في اللائحه اذا ثبت تحايل على قواعد التسجيل الشكاوي هذه اللي تصير في عقوبات. انا قصدي الملايين الشكاوي اللي تصير 17 مليون تنطير تدريجية مليون تدريجيه تبدا من ايش وتنتهي في من انذار الى منع من التسجيل. طيب الحد الاعلى للمقدمات مثلا كم؟ مليون ونص صح ولا مليون ونص؟ طيب اذا كان عقد اللاعب ثلاث سنوات كم بيوصل؟ قول لي بيوصل 6 مليون، فجاه الاقي 20 مليون 30 مليون. لا شوف العقد ترى العقد اول شيء في عندنا بند في الماده في اللائحه انه يصح العقد ويبطل الشرط اذا كان مخالف للانظمه واللوائح، هذا في حاله اكتشفت طبعا. طيب انت قصدك تكتشف بعد سنتين ثلاث سنوات في الشيء الثاني. الشيء الثاني انا لما يجيني عقد لاعب انا الراتب كويس صحيح مطابق ممتاز مقدم العقد مطابق ممتاز، في شروط ثانيه بين النادي وبين اللاعب. طيب. التزامات. طيب. هذه بينهم يعني مثلا يقول لك والله اذا شاركت بنسبه 70% في الدوري اعطيك مثلا 200,000، اذا سجلت كذا اعطيك كذا، اذا تاهلنا الكاس اسيا احنا نشوف 30 كذا. مليون 40 مليون في هالحاله هذه الشروط اللي حاططها اللاعب والنادي. نعم. لو جاء اللاعب طالب فيها يعني النادي ما التزم وجاء اللاعب يطالب فيها انتم ايش تردون عليه؟ تقولون احنا ما لنا دخل الا بالشروط الاساسيه؟ لا هو يروح الغرفه تفضل المنازعات ما يمر على الاحتراف، يعني الاحتراف انتهى دورها في